ماتش بين دو زيكيب اللي يعرفوا بعضهم. حاولنا باش نديروا نحضروا روحنا للماتش هذا، حضرنا روحنا مزيان، خذينا بيت بكري 11 مينوت، ولكن الهدف الثاني هو اللي قتل المباراه. كانت كاينه بوسيبيليتي باش نرجعوا في الماتش. الدراري داروا بون دوزيام ميطون، بريمير ميطون ضيعنا لي بال ديالنا في الوسط الميدان، كانت السورتي دو بالون كانت صعيبه في وسط الميدان على هذيك اللي كانوا الوداد ظهروا يعني احسن منا. ما مبروك عليهم وفيليستاسيون الوداد. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.